اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم فخيطاس كيجي على هذا الشكل بالدجاج والبصله والفلفله. خليكم معنا وندوزوا ان شاء الله نشوفوا المقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غنقدم معكم واحد الاكله مكسيكيه ان شاء الله سميتها فاخيتاس. ندوزوا المقادير ان شاء الله. عندي هنا طريفات ديال الصدر تاع الدجاج، عندي هنا بصله مقطعه على هذا الشكل رقيقه، عندي فلفله حمراء خضراء قطعتها هكا على الطول، الى عندكم تصفرة زيدوها كتجي لذيذه، وعندي الخس ومطيشه، وفي التوابل وعندي شويه الكورنيشون واحد ثلاثه الحبات تاع الكورنيشون، عندي ثلاثه دروس ديال الثومه، عندي السودانيه غبره، عندي تحميره والكمون البزار الحامض زيت العود والملحه. نبداو ان شاء الله على بركه الله نرقدوا الدجاج هو الاول، عاد ندوزوا العجين. غناخذوا هذا الدجاج غنقطعوا على هذا الشكل، نقطعوا رقيق هكا، خصهم يكونوا هاد الطريفات رقاق باش ما يهزوش طياب بزاف، واخا الدجاجة ما تيهزش طياب. شبان ليكم صافي. دابا غنبداو نديرو ليه نديرو الدجاج الإقامة إن شاء الله، ندير ليه التومة، ومن الأحسن يترقد شي جوج سوايع ولا ثلاثة قبل، ولا اللي بغا اللي عندو الوقت يقدر يرقدو في الليل باش الصباح يصبح مزيان، صباح شارب الإقامة. ندير ليه شوية ديال السودانية غبرة على حسب الذوق، تحميره غير شويه هكا راس المعلقه، شويه ديال الكمون، وشويه البزار صافي هكا. نديرو الملحه على حسب الذوق صافي، غادي يكون الحامض غيكون الكورنيشون، ما خصناش نديرو الملحه بزاف، ندير شويه ديال عصير الحامض هكا شويه قيم شي معلقه كبيره، وزيت العود حتى هو قيم شي معلقه كبيره هكا صافي. راح نخلط هاد الدجاج كله مع التوابل، ونخليه نخليه الدجاج حتى يشرب الإقامة مزيان،
ونعاود نرجع معكم ان شاء الله باش ندوزوا العجين. دابا غندوزوا العجين ان شاء الله. عندي هنايا درت ثلاثة الكيسان ديال الفورس ما يعادل 300 غرام الفورس. عندي هنا قياس تاع الملحه. عندي هنا ثلاثه المعالق كبار ديال زيت العود، ثلاثه المعالق كبار هما. وعندنا حيت ما فيهاش الخميره الماء بارد، ماء عادي. نبداو على بركه الله، ندير الملحه وندير هذاك معلقات ديال الزيت. طبعا العجين عادي، على العجينه ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. هانتوما غتشوفوا القوام ديالها كي داير باش يجيكم الخبز طري الرغيف، يجيكم شويه طري. أنا نعطيكم حتى العبار ديال الماء، ولكن الماء كيختلف بين طحين واخر. انا دابا جمعت العجين جي لهاد الشكل، ما قاصحاش وما خفيفاش بزاف. انا ما غندلكهاش بزاف، غنديها ونجيبها غير شويه وغنديرها في الساشي ونخليها حتى ترتاح عاد باش نرجع صافي. غير هكا ما ندلكوهاش بزاف، راه كيتخلط فيها الملح والزيت. صافي دابا غنديرها في ساك بلاستيكي ونخليها حتى ترتاح ونعاود نرجع معاكم. انا عاود رجعت معاكم، خليت العجين ارتحت غير شويه. رجعت معاكم باش نديرو منها كويرات. انا درت كويرات على هذا الحجم باش يجوني شويه كبابرين. هذا القياس كل واحد يدير القياس اللي بغا. غنغطي العجين ونعاود نخليه يعاود يرتاح، نعاود نرجع معكم باش نوجدوا صدر تاع الدجاج نقليوه ونقليو الخضر اللي مرافقه معاه. انا رجعت معكم باش نقليو ان شاء الله الدجاج بعد ما ترقد. غندير شويه ديال الزيت عادي المائده وشويه ديال
غير شويه ماشي بزاف. نقلى راه سخونه نخليكم على ما يتقلى الدجاج ان شاء الله ونعاودو نرجعو نتلاقاو. ها هو طاب دابا السدر ديال الدجاج غنحيدوه. ما نبغيش نخوي كلشي حيت هاد المريقه اللي كنلقى فيها الدجاج هي اللي غنشحر فيها البصلة والفلفلة. صافي هدا نحيدو النوع هدا وغنزيدو البصلة بعد ما شحرت البصله شويه بحال هكا طاحت ما بقاتش هذا غنزيد ليها الفلفله نزيد الفلفله حمراء ونزيد الفلفله خضراء نزيدو شويه ديال الجزر هذا هاد الصلاو هذا باش ما تكلش واخا زدناها على القناه ديال الدجاج غير باش ما تكلش مسوسه. نزيدو شويه في الملحه غادي نبقى نشحر في هاد الفلفله حتى توجد حتى هي تطيح ونعاود نتلاقى معاكم ان شاء الله. ودابا بعد ما تشحرت لينا حتى الفلفله غنزيدو داك الدجاج
حاطين دابا راه وجد الفخيطات ديالنا وجدت هاد الاكله من بين الاكلات اللي كنت كندير قديمه حتى هي عندي قديمه بزاف كنديرها لوليداتي كتعجبهم اللي بغى يبدل بها هكا في العشاء ولا حتى في الغدا الغدا كتجي زوينه انا دابا دايرها الغدا زعما كتجمع بين اللحوم والخضره كتجي جديده صافي هادي غنديرو غندير المقله اللي غنطيب فيها الخبز ديال هاد ديال هاد الفخيطاس انا بعد ما خليت العجين ترتاح ناخذ نشكل على ديك العجين اللي درت معكم ديال 3 كيسات طحين عطاتني 8 ديال الحبات اللي بغى يصغر يصغر وتيخرج ليه كثر اللي بغى يكبر يعاود يكبر حتى هو المهم انا قلت هذا هو القياس سخنا المقلة نبداو ان شاء الله الرغيف راه كيجي مدور غير انا درت ليه هكا بسم الله نطلق واحدة أخرى على ما طيب هاديك النار تكون مهيله شويه متوسطه باش ما يتحرقوش لكم باش ما يتلهوش كنصور لكم دابا هاد الرغيف على عن قرب باش تشوفوا كيفاش ملي كيبدا يوصل هاد المرحله كتقلبوه كيبدا يتنفخ نحن نشوف خيط الفخ نجري شوية ونحيدو صافي هادي بركة عليها وضروري ما تنحطو في شي منديل
الثانيه اللي كنحيدها كنحطها في المنديل باش ما باش ما يلبسش. ها الخبز ديال الفخيطاس ديالنا بعد ما كمل انا خليته في هنا هو باقي سخون. هانتوما كيجي على هذا الشكل، هانتوما ما كيتهرس ما والو، ما فيه لا خميره ما فيهش شي مكونات اخرى غير داكشي اللي خدمت قدامكم. تيجي على هذا الشكل شي محمر من الجهات بجوج ويجرطب. خليكم معنا غد نرد الفريت، نرد بطاطا التقله ان شاء الله، ونعاود نرجع باش نوريكم كيفاش كندير الفخيطاس وكيفاش كنحطو في لابارا يتحمر، وعاد باش من بعد عاد نقدموه ان شاء الله. دابا غاد نبداو ان شاء الله هنا نصوبو في هذا الخبز، نعمرو هذا الخبز. كناخدو الرغيف بهذا الشكل، انا ناخد غير وحده بوحده، ناخدو الرغيف. انا غندير ليه هاد لاصوص، اللي بغى يدير ليه المايونيز يدير ليه المايونيز، اللي بغى يدير ليه داك الجبن ديال الدهن يديرو ليه، عندكم اختيار. انا درت شويه من هاد لاصوص، هادي راه مزيج من هادي ديالي بلوغ كارنيت، فيها مايونيز وفيها فيها المايونيز وفيها واقيلا شويه الكيتشوب وفيها لا موطارد واقيلا. بعد ما درنا هاد لاصوص هي الاولى، غنزيد شويه ديال مطيشه. ندير شويه، نزيد شويه ديال الخس حتى هو كيجي لذيذ في هذا. غنزيد شويه ديال هذا الخيار، خيار مقطع هكا شرائح حتى هو كيجي لذيذ. كيتواتى ديروا غير ديروا ثلاثه ديال دابا. عاد غنزيدوا هذا الخليط ديالنا، كنقادو كنهزو كلشي، كنهزو الدجاج بالصلاه فلفله، كنهزو كلشي. نزيد شويه صافي. دابا غندير ليه هكا نجمعو، هكا وكنحطوه في هاد لاباري ديالنا بريسا. نعود واحد اخر قدامكم، كندير هاد لاصوص هاد في الجنب، هادي راه فيها حتى شي فيها بحال ربع مقطع ولذيذة هاد لاصوص، صدقوني لذيذة. نديرو شوية ديال الشرائح ديال المطيشة هكا، نديرو شوية ديال الخس، ندير شويه ديال هادي هاد الدجاج مع مرقد مع في الحامض وطلع منه واحد الريحه غزاله. جربوا هاد تاكوس لوليداتكم، هو ماشي تاكوس هو فخيطاس. التاكوس عندي شاورما، عندي لقامه ديال شاورما عندي، ولكن هادي هذا كيدير بحال هكا، والعجين حتى هو تيتعجن بطريقه اخرى. انا هذا فخيطاس كل مكسيكيه تيتحمر. هذا نحيدوه، عاد نعاود ندير هذا. نتسناو تيتحمر هذا ونتلاقى معكم ان شاء الله. ها الخبز ديالنا بعد ما تحمر كيجي على هذا الشكل، صحيح سخون. نعاود ندير واحد اخر، ها
انا غنبقى حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي ان شاء الله، ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. الخيطات اللي وجدت معكم اليوم تيجي على هذا الشكل، نقرب لكم تشوفوا تيجي لذيذ. انا قدمته مع شويه ديال لاصوص اللي بغى لاصوص، وشويه ديال البطاطا مقليه، وشليضه اللي بغى يزيدو شليضه، شويه الخيار. هاد الخيطات راه كلشي تيحمق عليه كبار وصغار، كلنا كيعجبنا مره مره نبدلو شويه. نتمنى يعجبكم وتقدموه للاطفال ديالكم ولا العائله ديالكم، ولا عجبكم المحتوى ما تنسونيش من التشجيع ومن اللايكات، وتنضرب لكم موعد في حلقه قادمه ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.